السلام عليكم، صباح الخير. اليوم راح أتكلم عن موضوع أو عن سؤال قد يسأل، ولكن لمهندسي الكهرباء اللي راح يعملوا في مجال الطاقة المتجددة أو الطاقة الشمسية، ولكن الطاقة المتجددة عموما، اللي هو ممكن السؤال يكون What is islanding؟ islanding زي ما هو مكتوب في الشاشة. طبعا الاس ما ينطق فيسمى اي لاندينج. الاي لاندينج بسرعة هو عبارة عن لما يكون عندنا نظام شمسي او اي نظام طاقات متجددة مربوط بالشبكة الكهربائية، الشبكة العامة، ولما تنقطع الشبكة الكهربائية، يعني يحصل مشكلة في كهرباء العامة، ويظل النظام الشمسي أو نظام الطاقة المتجددة يضخ كهرباء إلى الشبكة، هذا هو ما يسمى الآيلاندينج، أي أن النظام الطاقات المتجددة أو الشمسي يضخ كهرباء إلى الشبكة العامة رغم أن الشبكة العامة أوف أو طافية، وهذه هي تسبب لنا مشكلة عند الصيانة. لما يجي عمال الصيانة يعملوا حل لمشكلة الانطفال اللي حاصل في الشبكة، قد يصابوا بصعقات كهربائية من التيار الكهربائي المرتد أو الذي يضخ من قبل النظام الشمسي إلى الشبكة، هذا يسمى آيلاندينج. لذلك يجب، فما هو الحل؟ الحل هو أنه الانفيرتر أو العاكس المستخدم يجب أن يكون فيه خاصية تسمى أنتي آيلاندينج، اللي هو مانع الآيلاندينج، يعني مجرد ما تحصل انطفاء للشبكة الكهربائية العامة هو الانفيرتر في حساسات تستشعر الانطفاء هذا ثم تقوم بإيقاف ضخ التيار من النظام الشمسي إلى الشبكة لحماية عمال الصيانة. هذه هي فكرة الآيلاندينج.